لا اكيد انك فهمت ثقل البدوي لهنا والثقل نتاعو في الراديو كي جي. البدوي هو الرجل الخفي والله كلمني باش نقول لك الانتداب كيفاش صار. جاب لك الكونترات وهو ولا وصلكم الانتداب مكتوب. اسمعني في غرغور القايله كلمني الناصر برشا صفار انا تليفون فيه برشا صفار نز الناصر قال لي اجاني مشينا تقابلنا في القهوه الاداعي في ذكر تفادي الاشهار وين كلوب سيتروين فهمتني قعدت انا والناصر فاس فاس قال لي باش نعدي لك تليفون الناصر هذا قال لي يا جعفر معنا في ديوان قلت معاكم في ديوان عدي لي الدنيا لان الناصر وريني الدنيا ربي يبارك فيك الناصر تقريبا صغيره جعفر انا مصدوم ما يشكوش فين انك تنجم انت تكون اليوم اقرب منشط لقلوب التوانسه يحبوك برشا التوانسه وانا زعما باب هكا باش خليه شويه العباد تحبك برشا والعباد يحسوا قريب لهم ياسر خاطر انت كيما انت معاهم اليوم وانت في تجربه جديده والناس استانسوا ما تخبي عليهم انت شيء قداش قيمه العقد نتاعك في الديوان والله العقد بالحق جعفر بالحق الناس يحسوك ولدهم خوهم خوهم خلنا نعمل فقرات بعدها كيلو بعد عندي فقره كوما مضروبه بالصيف حتى فقره ما دخل حتى فقره رفيق رمالي يسمع فهمتي ولا سايب لخاطر تفكروا قديش دفعوا لي خلي تتعدى الساعة اليوم على خير أنا جست حبيت أقول حاجة ما نحبش نحط عليك الضغط أما المدير والمسؤولين التحقوا بالإذاعة توا درجين قبل ما تبدأ حلقة مش يسمعوك في المباشر مش يسمعوني في المباشر أنا حبيت أقول حاجة باش توعدهم نوعدهم أنا عندي حلم قديم يراودني وبديناه في إيفام والحقيقة ينتمي لي يشبه لي على الأخ أنا ديما نقولوا اللي كونوا نحن نسمعوا الراديو نسمعوا الراديو نسمعوا الراديو أنا نحلم أنه نعمل برنامج أحنا نسمع المستمعين ممكن طوى كلام فضفاض وكذا مش معناتها تسمع المستمعين البرنامج هذا باش يكون صوت المستمعين بالحق معناتها باش نسمعوهم بالحق كيما أنتم علاش قربتوا للناس علاش وليتوا البرنامج رقم واحد خاطر أنتم تشبهوا للناس في قضاياهم ومشاكلهم وأحلامهم وأمالهم وحتى في فرحتهم معناتها يحسك تشبه له ماكش عامل اللي يسميه بريشت الجدار الرابع أنت مكسر الجدار الرابع وتخترق الناس ويصدقوك ثم كابيتال نتاع ثقة ومصداقية وهذا يرى مهم برش احنا في ساعة سعيدة معناتها من بين الأشياء باش نعملوا فقرات منهم فقرة مثلا اسمها الناس بالناس باش نحاولوا لماكسيموم نعاونوا الناس باش نحاولوا لماكسيموم نقربوا للناس معناتها أي إنسان يعتقد أنه يستحق ولا يعرف شكون يستحق إن شاء الله باش نحاولوا لماكسيموم وصلوا لصوته زادة قيمة العقد فهمتني وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب وان شاء الله حاتم عندي عليه مده حاتم صباح النور خويا خلع بيه شويه الوقت صارص باش نبدا كنت في فتره ما حكيت معك قلت لي ما عادش حاب نرجع للراديو شو اللي خليك بدل رايك الفلوس قيمه العقد قيمه العقد والله والله هذا جواب صريح والله شوف لو كان انت تقول لي اللي كونوا ثم ناس تخدم على رحمه الوالدين كيف سيادتك مثلا وانا نعرف قيمه العقد نتاع سيادتك اللي هو العقد نتاعي اقل بكثير من قيمه العقد نتاع سيادتك اللي نجم نقولوه في اطار تحب نقولوه في الشبكه باش نعطيك حاجه ثم واحد بجنبي عقده اكثر من عقدي لا جعفر يقول لي في وذني قول لي في وذني اي مش بعيد والله يا ربي يبارك لك يا ناصر والله انا نسيتها كل يا ناصر والله انت هو النصر السعودي هو النصر السعودي باهي مازال دقيقه ويوفى البرنامج عفور سيريوزمون شي يستناو العباد شنو باش يكون البرنامج باش تحكي اكتو ولا بالحق باش تحكي اكتو على صاير في البلاد ولا لا شنو برشا معارضه اول مره بالحق نحيي على بشي المعارضين باش تكون المعارضه التونسيه معناتها بالحق دي روبريك محضرهم على ضد السلطه السجن السياسيين الاعتقالات السياسيين يصور عائلاتهم روبريك روبريك ضد السلطه 30 دقيقه 30 دقيقه برافو هذا هو راهو الفنان افرجتو مواقف ساعه وربع روبريك ساعه وربع ضد السلطه انا ساعه وربع نمشي لما وصلنا المرنقي ساعه وربع روبريك مش دوك ما خفتش على روحك شي قلت نربح عندنا فقره اسمها شيلونا كنت من 10 ل 4 شيلونا من الحلقه الاولى شيلونا برنامج شيلونا هو كان اسمه شيلونا ما خفت جعفر قلت نقدم روحي ما خافش قدم روحي مش قدم روحي قدم رافع معايا رافع مسكين مزك عرس تو انا مش غايبتني زينب مناضله نجم رافع بعد شهرين زينب في المنفى باش تاخذ رافع معايا باش تاخذ ناس من برا باش تاخذ كل المعارضه صوت لكل المعارضه ايش ناخذ ناس من برا
باش ناخذهم الكل. اول حلقه جاني البريك تو هذا التقديم تاع برنامج اسمه تو هذا التقديم نقربوا فيك للشعب. لا بالعكس بالعكس باش نحكي ولا برشا قضايا المعارضه هاي بالحق بالعكس. فما اكتو فما فما هاني قلت لك عندنا فقره اسمها شيلونا فقره اسمها ما تباتش على غشوشه اللي تمشي البوشوش فهمتني هي هي يا المرنقية شو فقرات أبوها سباح أنتوا مش بيكم الناصر افسخ العقد افسخ العقد حاج عفور انتهى البرنامج تقول الناس تسمع فينا لحظات وننطلق في برنامج ساعة سعيدة بجينيريك الرفمك. أنا أقول للناس تسمع فينا إن شاء الله نكون في مستوى الانتظارات باش تسمعوا برنامج مختلف برنامج مختلف ما نعرفش ويمشي يزن هم راهو مختلف وبالحق رانا الجينيريك مازال ما حضرش ان شاء الله دي سي 3 4 ايام ولا 3 4 شهور اخرين رانا باش نبداو معناتها مبدئين بالجينيريك بتاع الراف ماك وسامحنا رفيق نهايرين ثلاثه يرحم الام اللي جابتك فهمتني ونهايرين اخرين ان شاء الله لو كان جاي الجينيريك فهمتني تو نستدعوكم ومرحبا بكم وراهو مولا التاج يحتاج جينيريك خلينا هزينا ما عندكم جينيريك هزوا ما عندنا فقره خيل حس عيد الجعفر الجيسي بعد لحظات.